اليوم حنتكلم عن أنواع الأجبان المختلفة اللي تنفع مع البرجر. مثال هنا عندنا بسيط، جبنة البري. جبنة البري من الأجبان اللي تسيح بسهولة وليها نكهة جدا مميزة. الناس اللي تفضل نكهة التدخين في أكلها، فجبنة جودة المدخنة من الخيارات الممتازة جدا. عندنا طبعا جبنة الأمنتال. جبنة الأمنتال تمتاز بنكهتها جدا حادة، وما يفضل أن يكون معها أي إضافات تانية. السويس تشيز أو الجبنة السويسرية من الأجبان برضو اللي تسيح بطريقة كويسة، ونقدر نضيف معها أي إضافات أخرى. أنا شخصياً أفضل الشيدر تشيز، واليوم حوريكم كيف نسيح الجبنة بالطريقة المناسبة. ولا تنسي السر الحقيقي في صوص البرجر.